المرأة المحتشمة اللي ما عم بتشوف طعام وشراب، ما عم بتلاقي حدا لربما يشغلها بس عشان نقابها، بس عشان جلبابها. في بلد انتشر فيه التفسخ، بتلاقي مطلوب آنسة للعمل، بتفوت الآنسة للعمل لحتى تشتغل بس لابسة جلباب، لا ما بتنفع معنا. بدنا واحدة من تعون المينيكير والبيديكير. إذا ما حاطة 7 كيلو بودرة على وجهها ما بناخذها، وعاملة وجهها حتى دبويه.